مستر كولر، بعد المباراة، بعد هذا الفوز المهم على أسوان والأداء الرائع الحقيقة للأهلي، نشوف كان مبسوط قوي ليه. الجزاء، واعتقد انها كانت مهمه جدا ان الشناوي انقذها، لانها ساعدتنا ان احنا نفضل مستمرين على مستوانا وعلى ادائنا وعلى النتيجه. قدرنا ان احنا نكمل ونجيب الجون الثالث. الشوط الثاني سيطرنا على المباراه بشكل كامل، خلقنا بعض الفرص، لكن في النهايه طبعا فوز مهم واحنا سعداء بيه. Ja, den Fußball lieben und dementsprechend ist es natürlich schöner, wenn man im Stadion sein kann, als wenn man zu Hause nur vor dem Fernseher sitzen muss. الحاجة اللي بسطتني جدا النهاردة هي وجود الجماهير، وجود الجماهير من الطرفين، لأن هي دي متعة كرة القدم، إن الواحد يلعب في أجواء واستاد مليان ويحضر، يبقى في حضور جماهيري. بتمنى إن الحضور الجماهيري يزيد في مصر أكتر من كده، وده وخصوصا إن أنا عارف شغف المصريين بكرة القدم وإن هم عايزين يحضروا أكتر من كده. ده كمان بيدي صورة لمصر كويسة جدا في الخارج، بيدي انطباع وصورة لمصر ان كل الدنيا ماشية امان وكل حاجة كويسة. فالموضوع ليه ابعاد مهمة جدا وكبيرة جدا ان احنا نفكر فيها، وهي ان احنا نوسع حضور الجماهيري. اكيد الجمهور نفسه انه يحضر في الاستاد احسن ما يحضر في التلفزيون ويتفرج على الماتش في التلفزيون، واعتقد الحضور الجماهيري مهم جدا ان احنا نبدأ نتكلم فيه ونوسع الحضور الجماهيري في كرة مصرية. Die Champions League wieder auf die Seite legen müssen und jetzt ist die Meisterschaft wieder wichtig. Am Samstag geht es wieder weiter mit Sundowns in der Champions League. Also es ist Schlag auf Schlag und wir haben اتكلمنا مع بعض عن اخطاء ماتش السودان، حللناها مع بعض، اتكلمنا بشكل مفتوح عن كل المشاكل وحاولنا نصلحها. اتكلمت مع اللعيبه ان احنا قدامنا ماتش مهم جدا، ان احنا لازم نقفل صفحه دوري الابطال ونركز على الدوري، وان احنا عندنا ضربه ورا الثانيه زي ما هو بيقول. يعني هنخلص دوري الابطال، دخلنا في الدوري، دخلنا بعد كده في دوري الابطال تاني، عندنا ماتش مع سان داونز، فالماتشات متلاحقه. فلازم ان احنا اتكلم مع اللعيبه ازاي انها تعرف تفصل، وده احنا اشتغلت مع اللعيبه كتير واتكلمت معاهم كتير اليومين اللي فاتوا. كمان كان في فكره مهمه جدا وهي فكره التدوير، لان يعني احنا النهارده انا مغير 6 في التشكيل، ورغم كده الاهلي ادى كويس جدا وجاب 3 اجوان رغم الست تغييرات، وده عايز تعب كبير وفي شغل كتير جدا عشان نوصل للمرحله دي، ان انا مغير 6 ورغم كده بلعب بنفس الاداء يمكن احسن كمان. ليه؟ لان انا عايز وده عايز افهم لعيبتي انها تؤمن بيه، ان فكره التدوير، ان التدوير مفيد ليهم، ان انا ما اعتمدش بس على قائمه، احنا عندنا قائمه كبيره، ليه احصر نفسي في عدد معين قليل من اللعيبه ويبدا مع الوقت ان هم يستهلكوا ويتعبوا ويقعوا مني؟ لا، انا عايز ان كل القائمه بتلعب، كل القائمه بتشارك، كل اللعيبه عندها رتم الماتشات ورجليها في الملعب زي ما بنقول، كله جاهز، كله مستعد، كله بيلعب في وقت واحد، ما فيش عندي لعيب اساسي واحد احتياطي كله شغال وكله يلعب، المكنه شغاله على طول ان شاء الله. Und Sheriff hat gespielt, jetzt ja auch im Sudan ist er reingekommen noch. Und Shady war jetzt mit dabei, mit seinem mentalen Dienst dafür sorgen, dass wir überall und in jeder Situation auch einen guten Kindgeist haben. مهم جدا ان احنا طبعا، هي موضوع طبعا مش عقاب ولا اي حاجه، شريف لعب الماتش اللي فات، نزل في ماتش الهلال السوداني، انا كنت عايز ادي شادي الفرصه ان هو يظهر ويبين امكانياته، وهو عمل ماتش كويس، جاب كره في العارضه، حاول واجتهد، فده مهم ان انا كل اللعيبه زي ما انا قلت في قبل كده، ان احنا كل لعيبه تبقى جاهزه، عايز اللعيبه كلها تبقى رجليها في الملعب، تاخد الثقه. شادي كان محتاج ده، كان محتاج ان هو كان معانا الفتره اللي فاتت كلها لكن ما بيشاركش، فهو كان محتاج ان هو ياخد فرصه وان هو يشارك، وده مهم كمان ان اللعيبه تؤمن بده، وان اللعيبه تبقى عندها روح الفريق، ان مش مهم ان انا بلعب اكتر او اقل شويه من زميلي، لكن انا مصلحه الفريق هي نمره واحد عندي، وان انا لما بنزل بادي بكل قوه، لان انا عندي من القوه الذهنيه والنفسيه ان انا اقدر اتعامل مع المواقف دي. Also ich habe vielleicht da noch einen Ansatz. Also ich halte grundsätzlich jetzt nicht viel davon, dass man Spieler bestrafen muss, ja? Weil sie versuchen, sie geben alles und dann ist halt auch so, dass man mal Torchancen vergeben kann. Ja? عايز اضيف برضو حاجه على موضوع العقاب عشان خاطر النقطه دي مهمه. انا عمري ما، دي مش فلسفتي، انا عمري ما اعاقب حد عشان ضيع كوره، ده جزء من كره القدم، ان المهاجم يروح ويحاول ويسجل ويضيع، كل ده جزء من الكوره. انا مش من المدرسه دي ان لاعب ضيع كوره اعاقبه 3 ماتشات اقعده، ما عنديش الكلام ده خالص، ومش تصوري عن المدرب الكويس انه يعمل في اللعيب بتاعه حاجه زي كده. انا شايف المؤتمر بتاع كولر ده واحد من اهم المؤتمرات اللي عملها، لانه الحقيقه هو تملي في مؤتمراته بيشاور على فكره مؤمن بيها. يعني لما قال انا كنت قاعد انا وشريف
بنتكلم وبفرجه على نفسه عشان يسرد ثقته، وشريف نزل وجاب جون وبتاع، كان حاجة مهمة بتوري لك بيفكر ازاي. النهاردة بيقول لك انا يهمني جدا ان انا عندي لعبة مميزة، ارهق الفريق ليه بان اركز على مجموعة محددة، انا اعمل عملية تدوير واللعبة كلها لازم تبقى فاهمة ان كلهم زي بعض والنجم هو الفريق ومصلحة الفريق اهم من مصلحة اي حد. فمحدش يتصور انه عدم لعبه النهارده ده اقلال منه، خليك جاهز لانه دورك جاي جاي. وضرب مثل بشادي وقال لك انا كنت هو اتمرن معانا وكنت عارف انه طواق يلعب، ولما نزل كان كويس وعبر عن نفسه وحط كره في العارضه وادى ادوار جيده. كل اللي تابعه شادي قال واحد من افضل مبارياته في الجزء اللي لعبه يعني، وعمل الكلام ده قبل كده مع بيرسي تاو، وعمل الكلام ده مع شريف، وعمل الكلام ده مع كريم فؤاد، وعمل فالراجل عايز يوصل لحاله ان الفريق يقدر يعمل كل حاجه، والروتيشن داخل الملعب احيانا وباضافه ناس ما لعبتش قبل كده عشان يقدر يكمل في التحديات. التحديات اللي عندنا استاذ ابراهيم تخش افريقيا، كاس عالم، دوري افريقيا، ده فكره الساونه، تاخد دش برد وبعدين تخش على الساونه تعرق جامد جدا وتطلع ترمي نفسك في مغطس التلج اذا كنت عايز تبقى قوي. هو ده اللي الفرق اللي بيسهرها هذا التنوع من المناخ، ولما يبقى معاه كوتش فاهم واعي. قال كلمه مهمه تانية جدا جدا، مش بس ان الفريق هو النجم وان كلنا من اجل الفريق ومفيش اساسي احتياطي وكل واحد جاي له دوره وانا بعمل روتيشن والناس تفهم كده ماشي. انا كمان مش المدرب اما بيسال على الشناوي او على واحد ضيع فرصه، قال مفيش حاجه اسمها كده لان كره القدم مفيش حاجه اسمها واحد ضيع فرصه. انا مش هعاقب واحد ضيع فرصه. هو 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 كره القدم فيها كده انك تجيب اجوان وتضيع فرص، لكن بنزعل لما النتيجه تبقى سلبيه فبنفكر في الفرص الضايعه وكلنا وانا منهم يعني، هو منهم وانا وانت طبعًا. من هؤلاء اللي يقعدوا يفكروا لو دي جت كانت عملت ايه؟ ولو الغلطه دي ما حصلتش كان ممكن يحصل ايه؟ ولذلك انا دايما بقول لك اتمنى التوفيق وما يحصلش حاجات غير مالوفه في الملعب يعني. لكن فرقتك كويسه، اتكلم على الشناوي يعني واحد غلط غلط ماشي، بس هو اليسون شوف مباراه واحده هو قدراته ايه؟ هو قدراته ايه؟ ما تيجي تشوف انت اليسون وكورتوا ومش عارف ايه ده بالمعايير بتاعتنا نفس الغلطه بالمعايير بتاعتنا النادي ما تلعبش واخد بالك؟ طبعا ساعه الزقيق احنا كجمهور من حقنا نزعل ونتضايق ونعمل، لكن لما تبقى كوتش لازم تفكر بالذهنيه دي. بحترم تفكيره.